اليوم بدنا نحكي كمان سالي عن جائحة كورونا من جفاف طبعا لدى الأطفال وفيروس روتا عفوا والجفاف لدى الأطفال. هن محور حديثنا مع الدكتور محمد وائل شحادة، ماجستير بأمراض الأطفال والرضع وحادثي الولادة وأمراض الكلى لدى الأطفال. هي الجائحة اللي كثير منتشرة سالي بالمجتمع. صحيح. ودكتوري سعد صباحك، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك يا دكتور ويسعد صباحك. عن جد تحت الهواء كنا عم نحكي عن هيك عن الامراض هلا، الجائحه الفيروسات اللي عم نشوفها هلا للاطفال. يعني اول شيء خلينا نعرف مشاهدينا شو فيروس روتا، شو يعني فيروس روتا؟ تمام. هلا بصراحه معكم حق، يعني حاليا كورونا هي صارت الهاجس عند الجميع، وبصراحه اخذتنا حتى بعدتنا عن امراض كثيره. صحيح. لا حدا مثلا جاب سيره الجدري، لا حدا جاب سيره السل او اي امراض ثانيه، ومنها هلا الروتا فيروس اللي عم نشوفه. روتا الروتا هو فيروس من الفيروسات العجيلية، بيعمل الإسهالات عند الأطفال، هو مسؤول عن 80% من إسهالات الصيف. يعني أنا بشوف حالة إسهال خصوصا بهذا الموسم 80% بدون فحص براز، بدون أي إجراء أو استقصاء، بتوقع أن الروتا هو السبب، لأنه هو مسؤول عن معظم حالات إسهالات الصيف عند الأطفال. هيدا الفيروس هو له لقاح، يعني مثله مثل كل الفيروسات الثانية. هذا اللقاح ما هو ضمن برنامجنا الوطني، نحن ما عم ندرج بشكل روتيني، وعم يتواجد بشركات اللقاح الاجنبيه الاستيراد او عند المستوصفات الخاصه او اطباء خاصين. كمان سعره شوي مرتفع مثل كل اللقاحات اللي حاليا بسبب صعوبه استيراد والتصدير والحصار الاقتصادي عم نعاني منه. نعم. فاللقاح الروتا وقت بنعطيه ممكن يعطيني حمايه من 45 ل 80% من الاصابه بهذا الفيروس، يعني بيعطيني حمايه لمده 3-4 سنين، وخصوصا هو بنعطى المفروض خلال عمر 6 أسابيع لعمر 4 شهور تقريبا، هي الفترة الذهبية لإعطاء هذا اللقاح. فما نحن حاليا ما عندنا اللقاحات هي، فعم نلاقي معظم حالات الصيف عم نلاقي هي حالات الإقياء الإسهال عند الأطفال اللي سببها الروتا فيروس. طب خبرنا أكثر عن أعراض فيروس روتا، وخاصة يمكن أنا أول ما عم بقرا يعني قلت لا هي مو روتا كورونا، يعني قلت إنه بلكي في خربطة بالهي، بس لا، إنه فيروس روتا هو فيروس بسبب أعراض متشابهة كمان بكورونا. تمام. شوي فخبرنا، يعني لهلا ما خلصنا من هاجس كورونا، وروتا في أعراض وعم بيخافوا الكبار من الصغار بس عم ينصابوا بأعراض معينة. تمام. هلا الكورونا لاحظنا من فتره الاصابه اللي الموجه الرابعه اللي اجت اصابت الاطفال، كثير منهم اجوا باعراض هضميه، يعني كثير اجت كورونا باعراض هضميه تشابه اعراض الروتا فيروس. بتختلف عنه انه هنيك الحراره اشد، هنيك الاعراض الاقوى. الروتا فيروس اعراضه هي الاقياءات، الاسهالات، بيكون اسهال غالبا بيكون اصفر او مائي، بنميزه عن الاسهالات الخضراء او مدمات يسببها جرثومي. تمام. مثل الشيجيلا والايكولاي. فهون بيكون اسهال اصفر مائي بمرات كثيره، 8 مرات ممكن حتى 10 مرات باليوم. سبب تجفاف. ايه، فاهم خطر واهم شيء احنا بنخاف منه التجفاف عند الاطفال. الاسهالات لو طولت هي ما هي مشكلتنا نحن، مشكلتنا الاقياء وقت بيترافق مع الاسهال بيوصلني للتجفاف، لانه ما عندي قدره على التعويض الفموي. تمام. فنحن وقت بنعوض فمويا بشكل صحيح لو في اسهالات، الامعاء هي مسؤوله عن طرح الروتا. صحيح. هي شايفه عمليه الاسهال هي تنظيف للامعاء، وهي مسؤوله عن طرح الروتا. نعم. فيروس. فبتتخلص منه لحاله بدون اي صاد او اي دواء ثاني. بكفي معالجه عرضيه والحمايه عند الطفل. احيانا الخمائر الهاضمه او الخمائر المعويه بتساعد بالشفاء او بتسرع منه. بنرجع ناكد احنا مو هدفنا هون وقف اسهال، يعني لو كان 8 او 10 بالعكس ما عم تطهر حالها بحالها، ما في داعي نقلق. المهم ايقاف الاقياء باي طريقه. نعم. الاقياء اذا استمرت ممكن توصلني للتجفاف، وهي اهم اسباب قبولات نشفويه. نعم. أكيد. دكتور ايضا خلينا نحكي عن الاسباب لفيروس روتا، شو سببه؟ كثير هلا من الامهات او من الاهل رح يسالوا انه اين انا صايب طفلي هدول الاعراض، شو السبب يلي اجى الفيروس؟ هل هو سبب نتيجه طعام ملوث؟ هل هو بسبب تغيير طقس؟ هل هو فيروس هيك منتشر بالجو؟ تمام. هلا الفيروس الروتا هو فيروس معوي بالنهايه، فطريقه انتقاله هي فمويه برازيه، فحيتواجد بالأطعمة الملوثة، حيتواجد بمياه، حيتواجد بمياه الصرف الصحي، حيتواجد بالأوساط اللي ممكن يعيش عليها هذا الفيروس. كمان مثل ما حكينا معظم الفيروسات هي هالشيء، بتتواجد على الأوساط بفترات ضئيلة، بتعيش ساعات من ساعات حسب المدة. فبكفي تعقيم الأطهر، الأسطح كلياتها، غسيل الأيدي، الخضار، النظافة الشخصية، يعني دائما الطفل كاسته له، بشكيره له، صحنه له، ما في مشاركة بين الأطفال، هي كثير بنأكد عليها.
خصوصا بدور الحضانه او بالمدارس. يمكن بالمدرسه هو عم ينتقل كثير. دور الحضانه المسابق يمكن سالي اغلب الاطفال عم يجوا مرضانين لعند اهاليهم وعندهم نفس الاعراض كمان. حالات اللي شفناها بالمسابح بصراحه هي حالات الايكولاي اكثر، لانه هي بتتواجد بمياه مسبح اكثر بكثير من اي وسط ثاني. المسابح المكلوره كافيه انه تقضي على الفيروسات الثانيه، اذا كافيه كلور بطريقه جيده. الايكولاي مو بس حتى تعمل اسهالات، اذا كان فيها كلور يعني شوف معظم المسابح عم يحطوا كلور عشان تعقيم، عم يعقموا المفروض يعني. فالايكولاي مسؤوله عن غير اسهالات الصيف، مسؤوله عن المتلازمه اليورمائيه الانحلاليه، عن التهابات المجرى البوليه، يعني لسه حالات ثانيه اشد لسه احيانا من موضوع الروتا فيروس. نعم، يعني كمان خبرنا دكتور الام كيف فيها تتصرف كاسعاف اولي لما يصير في عنده الطفل هي الاعراض. يعني هل متبع بحميه غذائيه بدواء معين شائع؟ لانه احيانا عم بصير في خربطه او خلط بالادويه ما بسبب اثار سلبيه او عكسيه على جسم الطفل كمان. تماما، هلا احنا بنتمناه من امهاتنا الاعزاء يعني انه يكون في استشاره طبيه، يعني ما نروح لعند اي حدا جاره او شخص بحاله مشابهه او يبلش يوصف له. الاستشاره الطبيه كثير ضروري، لو على الهاتف لو عن اي طريق حتتصل لدكتوره كثير بيساعدها الشيء انه تتخذ الاجراءات الصحيحه. بيهمني كثير انا اكد على انه في اقياء لازم تاخذ علاج عرضي وتوقف الاقياء بشراب او بابر حتى، الاقياء ممنوع نهائيا عند الطفل. الاسهالات انا بدي اياها ما تقلق، بكفي انه تتخذ اجراءات النظافه الشخصيه لحتى ما تحمي باقي اولادها وتحمي حالها من العدوى. بيهمني كثير ناكد على الامهات انه يلاحظوا لي علامات الجفاف، يعني بتعرف انه هذا ابنها، هل يا ترى انا لساتني بالسيف سايد ولا انا وصلت لمرحله بحاجه اني اتخذ اجراءات اشد؟ يعني غياب الدموع عند الطفل، حس كميه البول عنده خفت، حس عيونه بلشت تغول لجوا اكثر، يعني الغؤور اليافوخ اللي هي الفتحه اللي بالراس من فوق، الجفاف الاغشيه المخاطيه، هاي كل علامات انه بلشنا مرحله الجفاف، نحن هون بحاجه ل تعليق سيروم او مراجعه مشفى. تمام. نعم، يعني كثير من العوامل يمكن هي المسببه وكثير من الاعراض اللي هلا حكينا عنها دكتور، يعني ايمتى بتصير خطيره؟ يعني بس توصل لمرحله التجفاف ولا لا نحن لازم نلحقها من اولها لما نوصل لهيدا المرحله؟ يعني دائما بيقولوا اخر شيء بنركب السيروم بعد ما يكون طبعاً الجسم يعني خالص تماما، ليش نحن ما ناخذ هدول القصص بعين الاعتبار من البدايه؟ نحن شفنا ما ننطر لاخر شيء لينتهي الطفل بعدين نركب له السيروم. هلا بصراحه اي اقياء معند هو حاله حرجه، هو حاله خطيره من البدايه، من البدايه لازم نتخذ اجراءات تجاهها. تمام. البدايه بصراحه بركز على الوقايه، يعني درهم وقايه خير من قنطره. اكيد هي في حال ما بدي اوصل للمرض من عين اصله. صح. لا بدي يكون في مشاركه بالادوات الشخصيه، ما بدنا نكون نروح على مسابح مشتركه، يعني اذا في مسابح تستاجرها عائله واحده بحيث تعرفها وخلص العقم ووقت المسبح وخلصنا، كثير بيريح هذا الشيء انه من انتقال الامراض. لازم الامهات كمان يعرفوا علامات الجفاف، ما يحاولوا يدخلوا اكلات خصوصا بالاعمار الصغيره، يعني بلش يدخل اكل غير بعمر مناسب للطفل. كثير بنشوف حالات بيدخلوا اكل باربع شهور بخمس شهور، بيدخلوا حليب بقر باعمار مبكره او اكلات باعمار مبكره، هي مسؤوله عن سوء التغذيه وعن اضطرابات الهضميه عند الطفل. طبعا هلا نحن بموسم صيف، في كثير من الفواكه والخضروات الموسميه، كمان خبرنا اليوم كيف فيها الام توقي طفلها من خلال الاطعمه، يعني من خلال النظام الغذائي اللي ممكن انه تغذي فيه طفلها وتخلي عنده وقايه دائمه او تعلي المناعه شوي. تماما، هلا الاطعمه الموجوده بالصيف منها البطيخ الاحمر او الاصفر، الكرز، المشمش. بصراحه البطيخ هضميا سيء، يعني هو تحمله الهضمي سيء للطفل البطيخ. نعم. ما بيتحمله، هو طعام لذيذ للطفل وبيحبه وبيرغبه بياخذ منه كميات محدوده، يعني عرفت شلون؟ انه خلص يعني حس بطيخ باليوم خلصنا، ما يكون كميه كامله موجوده بين ايدين الطفل، يعني بجوز بصراحه يقضي عليها خلال ساعات. وهذا الشيء حيعرضه للتربك المعوي. لا خليني مثلا اليوم نحن هذه الحسبه جبنا ولبكره او لبعد بكره الكميه الثانيه. واذا بده ياكل الفاكهه يفضل صباحا عشان يكون بعد ما يدخل اكله ثانيه ما يكون هي اخر طعام اخر الطفل. في ملاحظ حالات الطفل مثلا تعشى جبنه وبطيخ وثاني يوم الصبحيه فاق باقياءات واسهالات. الكرز المشمش كمان بيعمل اسهالات، كمان تكون كمياته محدوده. نحن الاطعمه اللي مركز عليها الطفل كفاكهه الموز، الموز بتوقع موجود يعني صيفا او شتاء.
وهذا بيعكس جيد جدا الامعاء، بيعزز المناعه. تمام، هو من الحميه اللي تبعها بعلاج، يعني اذا كان عنده هالاعراض منيحه مع بطاطا مسلوقه والاشياء المعتاده اللي بنعرفها. هلا اللبن العيران، اللبن الرايب مثلا فيه بكتيريا هاضمه، هي البكتيريا كثير بتساعد بالتخلص من الفيروسات. لازم اللبن العيران يعني ندخله كطعام مفيد للطفل، ان كان تسوي مثلجات او تسوي اي شيء، يعني ما ينتسى هي النوع من الطعام اللي هو طعام جيد وصحي وامن للطفل. تمام، هون يمكن بيجي دور الاهل بمراقبه شو عم يتناول طفلهم خلال النهار، ما يتركوه على راحته، وايضا الملونات اللي عم تدخل على جسمه نتيجه العصائر اللي عم يشتريها البوظه. يعني هلا وقت الصيف كثير الطفل بيروح بيشتري بوظه وما بينتبهوا عليه الاهل، باخر شيء بيشوفوه انه هو مرضان كمان نتيجه التلوث يمكن اللي حكينا عنه. قد ايه مهم مراقبه شو عم ياكل الطفل وقديش تحديد الكميات، مثلا مثل قلت البطيخ انه ما انه يعني هو مفيد وظريف وطيب بس ما لازم يكون بكميات كبيره. تمام، هلا نحن هون بنركز انه خصوصا بالمدارس، يعني انا بفضل ما الطفل ما يروح هو يجيب الاكل لوحده، يعني ما هو يروح يشتري من عند بائع او اي مكان، ما بيهمه مكشوف. ما بيهمه هون الطفل شو اشترى، الطفل بيهمه يرضي حاجته. تماما، فالاهل بيجيبوا هن الاطعمه مثلا يخبوا له اياها بالبيت. المثلجات مستحيل عنهم باللبن العيران، ممكن تسوى كمثلجات ويغنيني عن البوظه وعن الملونات. بنكهه يا الحليب، ممكن يساوي الحليب مثلا بالبيت كمثلجات. طيب، مع شويه كاكاو. طيب، النصائح هيك بتحب توجهها لكل الامهات اللي عندها اطفال باعمار كمان صغيره، لانه كمان معرضين اكثر للعدوى من فيروس روتا، خبرهم هيك شويه نصائح يستفيدوا منها للوقايه من المرض. نحن ننصح انه الامهات حاليا انه ان كان عنده اعمار صغيره طبعا وقت بتغير لطفل او لطفل ثاني تغسل ايديه قبل وبعد، تحاول انه كل طفل له اغراضه الشخصيه، له اغراضه الخاصه فيه، تنغسل فورا بعد ما يستعمل الطفل. بنقترح كمان انه تراعي جدا موضوع دور الحضانه، تبعت معهم بشكيرهم صابونتهم مواد معقمه، كثير مهمه هي، انه يعني الامهات معظمها حييجوا لدور الحضانه النوادي الصيفيه بسبب وجود الطاقة الرهيبة عند الطفل، يعني فإذا قعد بالبيت حيفجر الطاقة بأهله، فيفترض إنه يكون كثير بالنوادي الصيفية يعتني بهذا الموضوع، نركز على النظافة الشخصية، ما يكون في جناين أو أتربة أو يلعبوا بالتراب، لأنه هي كمان كلها بتحتوي على مواد مجسمة ممكن تعملوا التهابات لمحة. طب أنا بس أسأل سؤال ما سألناه سالي، إنه معدي فيروس روتا؟ هو مرض معدي بطريقة فموي برازي. كيف بيعدي؟ بطريقة فموي برازي، يعني أنا الطفل مثلا فات على الحمام كمان شحنة فيه ما غسل إيده، إجا أخوه بعد منه انتقلت. بينتقل للكبار كمان؟ ممكن اذا بحط اذا بتنتقل، بس الكبير مناعته جيده، الروتا فيروس ما كثير هالفيروس قوي، يعني ممكن الكبير يتغلب عليه بتجي اعراض خفيفه، اما الطفل او المسن الكبير كثير هون ممكن يأذيه يعني. نعم. يمكن زينب يعني سالت اهم سؤال، انه هل هو بيعدي؟ لانه عن جد عم نشوف امهات عم تنعدم من اطفالها يعني كمان. وعم يصير معه وهي ما انا عارفانه شو صاير معه، يعني هو صاير معه فيروس روتا وهي مفكره معه كورونا، يعني عم يختلط الموضوع بعده. نصائحك قبل ما نحن نختم معك دكتور لكل الامهات لكل الاهالي حتى للاساتذه والمعلمات اللي عندهم اطفال صغيره. نحن بنرجع بنركز على موضوع المعقمات، يعني لا بنعرف عن الحصار والوضع الاقتصادي السيء، الصابون يعني على الاقل يكون في صابون مع الطفل لحتى يحميه من الامراض، بشكيره الخاص، كاسته الخاصه، غسيل الحنفيات يعني يوميا يكون في معقم لو ديتول او اي مطهر اسطح لكل الحنفيات او كل ادوات الاستحمام الموجوده بالبيت. الامهات لازم يعتنوا كثير قبل ما يغيروا، وخصوصا وجود رضيع صغير. نعم. بتغير له قبل او بعد كثير لازم تهتم بهذا الموضوع. صحيح. والنظافه الشخصيه. الأب ترجع بدك الأطعمة إنه هن يجيبوها لأطفالهم يأمنوا لهم إياها، وبنفس الوقت هي بهالحالة بتحمي حالها وبتحمي طفلها من العدوى. يمكن هي أكثر نصيحة مهمة، إنه فعلا التعقيم والنظافة الشخصية اللي صار لازم يكون أسلوب حياة بعد فيروس كورونا. كثير ننتبه على تفاصيل دكتور، وإن شاء الله نحن بنتمنى من كل الأمهات هيك أولادهم ما يصيبهم أي ضرر، لأنه بنعرف الصيف دائما مترافق مع أمراض أكيد، يعني بالنسبة للاختلاطات والنشاطات الصيفية اللي هلا كنا عم نحكي عنها قبل بفقرة. نحن بنتمنى من كل الأمهات يكونوا استفادوا من المعلومات
المعلومات اللي اعطيتنا اياها دكتور، ونتمنى لك الصحه والسلامه كمان. شكرا كثير لحضرتك، يعطيكم العافيه. شكرا لك دكتور على المعلومات والنصائح اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله هيك يقدروا هلا يميزوا شو اللي عم بيصير زينب مع ابنائهم، هلا عم تختلط كثير الامور. شكرا لك. وبدنا نرجع كمان ناكد على شغله بالنسبه للنصائح الشخصيه، تقليم الاظافر، يعني انه بتعرفي الفيروس بتحشر تحت الضفر وبحط الواد ايده بتمه ما حيخزن، نقلل الاظافر حمينا تقريبا 50% من موضوع العدوى. نعم، بالاضافه لغسيل الايدي. شكرا لوجودك معنا، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا.